قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الدول العربية تعمل حاليا عبر عملية سياسية تستند للقانون الدولي لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لدولة الاحتلال. في تثبيت المواقف حصلت أنا كوزير خارجية دولة فلسطين على كل ما طلبته في تثبيت هذا الموقف، وما خرج به هذا الاجتماع هو التوافق الكامل على الموقف العربي من مجمل هذه القضية تحديدا، وكان هناك توافق تام في هذا الموضوع. عندما انتقلنا إلى تحديد الإجراءات بالتأكيد هناك خلافات في تقييم، واعتمدنا في النهاية خطوات تدريجية باتجاه التصاعدية، بمعنى نبدأ بمجموعة من الخطوات، نقيم هذه الخطوات، نربطها بفعاليات أخرى موازية تحدث على المستوى الإسلامي.